السلام عليكم بنات، السلام عليكم الميمات الغزالات الفنات، توحشتكم بزاف بزاف. والله العظيم حيلا كنت توحش نشوف الكومنتيرات ديالكم. خواتاتي كذلك توحشتكم بزاف، خوتنا اللي خطاكم علينا، وشكرا لكم بزاف بزاف. امي سعديه سلمي على بنياتك وليداتك. قالت لي انا كتباني لي غير انت، شوفوا مع الضو كيعكس. قالت لي ما بان لي حتى انا كتباني لي انت. سلمي عليهم امي سعديه، سلمي عليهم. انس تطواتك ادب انوسه عندك هذا طريق. ان شاء الله غادي نمشيو البنات، غادي نخرج امي سعديه شويه، غادي نجلسوا في شي كافي يلعبوا الدراري شويه. ما جاش معنا عثمان معيان شويه وبقى معنا نوال. نوال مفضلات ما تخرجش معنا. كنشكركم بزاف وما كرهتكمش تكثروا ليا من التعاليق ومن لي لايك، وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف. السلام عليكم، خليكم مع الفيديو ما تمشوش. ماما نعم ماما بكينا. شو مع امي سعديه؟ يلا سير حدا عندك الطريق. انس طريق انس تعال معنا. ومقلقة، كون غير لقينا اللي كون لقينا اللي يركبنا ويدفع بينا. ومقلقة دافعة كبير. مي سعدية، مي سعدية شايفورك يا حليمة قدامي الكريمة. ومقلقة شايفور جابنا ما تقلب عليه ودافع علينا كبير. يلا سير ودافع علينا كبير. ادخلها بعدا هنا. دخلها نزعللها، ندير لها الزعالي. دابا غنحبس الفيديو باش ندخلو لداخل. باقا Buonasera a tutti, sono molto contenta, molto fortunata. Oggi sono con la donna famosa del TikTok del Marocco. Però guarda, è una donna, è profumata, profumata dentro e anche fuori, veramente. Ringraziamo molto molto molto, mi scrobzef il sito lì a Yamaha. واحد الجو خالقين، زعما كنتمنى كاع المشاهدين يشوفوا هذا المنظر، هذا فعلا يحسدون عليه. وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف. بانت لي غنجيب لها شي طالياني نديها معايا، ما نخليها لك شفتي نديك نجيب لك شي طالياني. ياك امي كنت غنمشي انا، صدقتي ياك قلتي لي الراجل. لو انت بعدا الطالياني بالشكل عرفتي تما راه عندهم 90 عام، راه عاد كيعيشوا الحياه والحب. كي راه خصك شي واحد اللي يعيشك الحياه والحب شي طاليان. امي سعديه وياك السبع هذوك السته قتلتيهم. كونتاكت ديال الطوموبيل. غوارداتي غوارداتي راكاتسي فيا تابري. قلتي صافي نجيب لك الطالياني؟ قالت لي جيبيه جيبي. بغات راه السابع غيدي لك روحك. عام ناري قالت لك غنخليها تدينا ونصيفط لك بنتي من تما الحوايج الروايح وكل شيء. راه باز عليك. أويلي بغات تزوجي بالطلياني، أويلي السعدية. وعقلوا عليها إن شاء الله الرحمن الرحيم، غنصبروا لكم شي فيديو مع السعدية. غتصيفط لي بصح الحوايج والشوكولات. حلفي. والله تتصيفط لي كلشي، قالت لي والله تتصيفط. بالا بالا سايقولها بالا. كايات عيبات الطليانية. بالا تشاو تشاو. لي خطير. وشكرا بزاف للجالية ديالنا المغربية، وتحية ليك كبيرة بارك الله فيك. لي خطيك. لا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنكون نسين ايمان رئيس جمعيه حقوق المهاجر من ديار ايطاليا.
انا في الحقيقه ما عنديش مع هذا الاعلام ومع هذه الاشهارات ومع ولكن واحد الشهاده ديال الحق بغيت نقولها للمشاهدين الناس الطيبين اللي متابعين لاله السعديه وتستحق كلمه لاله السعديه لانها فعلا اسم على مسمى. بغيت نقول لكم هاد السيده في الغياب على هاد السيده اللي هي معاها في الدار كتشكر واحد الشكر يعني كيبين لي على ان اللي ولد راه ماشي هو اللي ولد من الكرش ولكن اللي عطى الرعايه واللي اعتنى. هاد السيده كتعطي واحد الحب لهاد السيده اللي عايشه معاها في الدار لهاد البنت اللي تتهاجم من بعد الناس الجهلة سمحوا لي على هاد الكلمه من بعد الناس اللي كيقولوا بعض التعليقات ما مزياناش. هاد السيده هادي شهادة قدام الله القلب ديالها فائد بحب هذه البنت هذه كتمدح فيها واحد المدح يعني وهي مرأة كبيرة في السن ما تقدرش تنافق وما تقدرش تكذب اللي على قلبها كتقول بحال الان بيبي بحال وليد صغير. والشكر ديالها لهذه البنت كتستحق هذه البنت الشكر والتشجيع والدعم. من هذا المنبر كنقول لكم اللي عنده شي كلمه طيبه يقولها لان هاد السيده فرحانه بهاد السيده اللي هي معاها بهاد البنت ياك فرحانه بيا بزاف وعرفتي حنا دابا جالسين في واحد البلاصه هنايا في واحد الصوت في الديسكوره الناس كيجيو يسلموا عليهم وكيتصوروا معاهم يعني كذا واحد الصوره ما شاء الله عند الناس المشهورين الله يخليهم لبعضياتهم الله يبعد عليهم ولا الحرام. وانا بغيت نقول لكم انا ما كنعرفش هاد السيده ولا هاد السيده ولكن بغيت نقول لكم الشهاده ديال هاد المراه اللي غدا نتحاسب عليها يوم القيامه. هاد المراه كتشهد فهاد البنت هادي كتقول هاد البنت بنتي كنحماق عليها وكنبغيها والله عمرها دار وشنو قرر لاله السعديه كنموت عليها ما نقدرش نتفارق عليها الا فرقتنا الموت. الله يجازيكم بخير اللي عندي شي كلمه طيبه يقولها ويشجعهم يشجعهم لان ما كيستحقوا التشجيع راه ماشي غير بالكم نعاون راه ماشي غير بالكم الا كنت عندك انت ولد كتقنعي منه اي ولد صغير ترابي كتقنعي منه كتقولي لمك اجي عاونيني كتقولي لبن جيرانك اللي عندك كتدي لواحد السونتر تخلص عليه 100 درهم غير باش تفكي منه ياك راها مرا ومرا كبيره ومسؤوليه هي راه مبحبحه شويه راه كتحمق عليها وراه كتموت عليها خديت انا وانس بيتزا ادم خدا تاكوس بصحه وراحه ادم انوسه لا فمو عامر ما نقدرش نشدد لقطو نتوما كاع عندكم الوليدات ربي يخليك بصحه وراحه بارك الله فيك. انا امي سعديه خدات الحيمات بالبرقوق ايوا ما عرفتوش مالو على هاد البيضه كنا قسمها لي على جوج هاد البيضه لكماتها امي سعديه بحال كتكس نعم بغيتي منانا اييه كولي بعدا الحيمات بصحه وراحه. امي سعديه قالت لي شنو عنده في الطواجن قلت لها عنده كفيته عندو الفريت بالدجاج عندو قالت لي انا باغي اللحم بالبرقوق ها هو الله يعطيهم الصحه صراحه هاد الكلوب زوين هنا بزاف مسديه صحه وراحه انا ادم صحه وراحه نعم كان عندنا حلم بالسعديه احنا امي السعديه بغات الشباب ولكن صغرتو احنا السعديه السلام على رسول الله ليلى الجاينا جا سيدنا محمد الله مع الجلالي السلام
سيدنا محمد الله مع الجال علي. سعدية علاش ما بغيتيش؟ باقي الشباب باقي الشارفين. يلا ضربوا ضربوا. وراك عشرية أمي سعدية. لا كتعرف تراب قالا تكر تك تك تبارك الله عليك. شوفي حقيقة شوفوا أتعاود لكم أتعاود لكم ناريمان أشنو وقع دابا جا واحد السيد ياك واخا تعاودها ما نقولوش سميتك ايش هاد ديالها انا اليوم معروضين واحد الخطبه اي اجا معروضين شوفي والله البنات الا قسما بالله الا هادشي اللي نقولوا لكم بصح السيده لابسه جلابه جواهره من طراز الرافي الساز ولا لا الكورميت في اليد كيفاش دايره والخوات هاي كلاس المهم سيدة واحد المستوى راقي وطلبوها للزواج جات كباقي الناس تعرف لمالا لمالا السيدة باقا صغيرة وعزيز عليها الزواج وغزالة غزالة وفنة وأي واحد يتمناها قالت لك الداتا طول الداتا فورم السعدية كتوصف ليكم السعدية اللي جابت العريس اه زيدي كنتسناهم يقدموا العريس وما يجيبوا واحد الشاب كي داير بلاتي البنات بلاتي كي داير ام السعديه بلاتي نريح هنا ام السعديه مالو واحد الشاب ويكون عنده واحد 85 حتى 86 ايوا حنا نغنيو قالت امي السعديه توصلي مع البيت نعاس غيموت وحنا نغنيو ليها الصدمه كانت قويه الصدمه كانت قويه وكانت قويه امي كانت الصدمه كانت قويه حقيقه حيدنا من ديك المراه كلاس وباقا صغيره وفي السن وقلنا لها ربما ماشي ديالها وسولنا السعديه قلنا لها واش تقبلي مع السيد عنده 85 عام هانتوما شوفوا قالت لهم لا انا كيعجبوني الشباب مي السعديه ما غنيتيش لهم شايب 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 هادي اللي نغنيو شايب 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 بارك الله فيك سيدي شايب 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 والله اخوتي شايب 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 باغي نطلع للعقبه باغي نخرج للعقبه شايب 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 ماين راجاي شايب 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 أناس ماما أنا ما مشيت فين؟ تاع الفوق يلا سير نحيت سبرديلة عطا المسادية عشق نعم اطلعي هنا أناس طلع مع البنيات هنا أناس يوسف 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 ماشي يوسف نعم ديه لهادي اش هي واخا رفو خليك لا خطي
ماما.